ما عندي الصرف. تقطع انت جوج دراهم ما عندك مشكل. دابا عندك الصرف ديال جوج دراهم. جوج دراهم ما عندكش. قطع جوج دراهم. اخويا المغاربه باز والله ديرها باز. خديت عندك شوفي حتى جوج دراهم قطع عليا ديالك. ولكن انت اللي قلتي لي 4000 ريال قطع فيه جوج دريال. واش انت مريض؟ واش انت مريض؟ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عاوتاني في القناه المزاوي تي في. اليوم عاوتاني جبنا لكم مقلب جديد. المقلب هو اننا غادي نوقفوا على مول الحانوت وغادي نقولوا ليه يعطينا واحد التوفيته اللي هي الثمن ديالها جوج دريال وراكم كليتوها كاملين وغادي نبغي نخلصوا وغادي نلوح ليه 200 درهم يعني 4000 ريال. المشكله اللي هو انه كيجيو الناس معانا اصلا في لي بيرسوناج معانا في الكاميرا كاشي كيطلبوا شي حاجه غاليه بزاف وفي الاخر كندور فيهم كنقول لهم انا هو الاول وخليكم تكتشفوا ردات الفعل ديال مول الحانوت. راكم تما. السلام عليكم. توفيته علاش تضحك عليا ولا مالك؟ ما تضحكش عليك اخويا، خليني عندك تشوفي تقطع رزقك. لا اخويا ما بغيتهاش كاع. عارف سير وانت. انت دابا تضحك عليا يا بنت الحسن. انا سمحت لك، الا كانت غير توفيته تقول لي توفيته غنعطيها لك بلا ما واه. ولكن لا انا ما انا خلصت عندك ماشي ما قلت لك ما عنديش السر، عندي السر ولكن ما غاديش نقطع لك توفيته واه. انت قطع ديالك اصاحبي. لا صاحبي ما بغيتهاش. انا ما بغيتش ناكل شي حاجه عطيها لي انت. الموسي اجي عطيتها لك مسامحه صافي. مسامحة انا مسامحك ولكن الا قطعت رزقك غتكون الخاطر ديالي صافي. قطع مرة أخرى قطع لي يلاه. إلا قعدت ما بغيتيش هذا خليه مرة أخرى قطع. ما كتخلينيش خاطري أخويا ناخذ أنا شي حاجة كليتها سردتها وما نتخلصش فيها. وأنا ما عنديش السر ديال هذيك. ولكن ما غاديش ناكل أنا هذا الشيء هكاك. ولكن شكون اللي قال لك كل عام اللي ما عندك السر؟ شكون اللي وراه عطيتك فلوس ها هما فلوس. وسيدي ما بغيتهمش. ويلي واش أنت عطيت شي حاجة أخرى على حساب الله يرحم والديك. 5 دراهم. كبر علينا عطيني شي شيبس ولا شي لعبة. غانم مغدين صاحبي اللي بغيتي وانا نقطع عليك. اش كاين كاين انت يا خويا؟ شحال داير؟ وقبل من هذا السيد هذا خويا انا قبل منك قطع لي هذا الصرف هذا السيد هذا. اوا انت ما قلتيش لي ولكن انا ما هضرش معاك كان حاني سبقني انا. الله يحمد سي محمد الله يرحم والديك. السلام عليكم. قلت لك اش كاين؟ كاين انت يا صاحبي ما غاديش نقطع لك. ولكن صاحبي ولكن انت اللي قلت لي 4000 ريال قطع فيه جوج دريال. واش انت مريض؟ واش انت مريض؟ بعقلك انت؟ واش عاطيك اصاحبي؟ واسيدي ما بغيتهاش مسامحة انا سمحت لك. بغيتي تخلصها مرة أخرى جي خلصها. مرحبا بك. ويلا صاحبي وحشومة كاع صاحبي هادشي اللي كدير. وصاحبي انت دابا كتجرينا على عباد الله سي على هاد الحساب. جوج دريال بقيتي كتجرينا على عباد الله. ويلا صاحبي اسيدي سمحت لك انا. انا سمحت لك صافي؟ ما كان لا مشكل لا والو. قلت له خدا عندي توفيتا يا جوج دريال. قال لك اودي هاك قطع. قلت له اودي ما عنديش الصرف ولكن المصالح انا سيدي سمحت لك سمحت لك. الا كاع انت ما هذا مره اخرى الا جيتي عندي قول لي يا خويا قطع داك توفيتا ديال داك النهار. هادشي ما فيه والو. تكون كاع حتى 10 دريال انا مسامحه. دابا انا شكون قال لي انا مصافي؟ انا وسير اسيدي انا خصك تفهمني اش بغيت نقول. اسيدي انا ما تقولش هذاك الهضره انا مسامحه. الله يرحم والدين الله يجازيك خليني نبيع. الله يرحم والدين صافي خليني نترسق على الله. اجي اسميك اجي انا اللي سير اللي بغيتي يجيبو شي ما تقول شي حاجه ولا بيت حاجه. هذيك 4000 ديالك ديالك شاركتي معنا في كاميرا خفيه. الله يرحم لك حضر ربي. هذا هو اللي رانا زيتي لا لا هو هذه لا لا اسي سوبر حتى تقول لي زيد لك راه ولكن ماشي مشكله. اسمح لي ندير واش انا عرفتينا لا لا انا حيدا عندي وما عندي لا عندي. ولكن تعطينا شي كلمه في هذا رمضان هذا وشنو شنو كتقول للناس في هذا رمضان الشهر المبارك؟ تنستر عرفتيني وانا اصلا جارني وانت تبارك الله عليك. قول لي رمضان مبارك سعيد كان كان بارك لكم عواشر صحيح. شكرا. هاك هاك راه يا صاحبي انت حكرتي علينا كاع دابا الصراحه هذا او هي هذيك انا عارفك تقطع رزقك. شد واش شد صاحبي انت دابا تصدق علي ولا ديالك اخويا ديالك يا الناس ديالنا ماشي مشكل مسامح. لا ما اسمح لي كيما تيفوت كيما تي. بلاتي اخويا الله يرحمه. طياره طياره بلاتي ياك طيارك وقتي ما دخل السر. دابا انت ها هو صاحبي قطع رزقك. عطينا اخويا شي جوج كيلو ديال التيت.
الله يحميك وايد. كنت في السكيلوات ولا في انا زربان انا زربان الله يسهل. اختارت قلت لك اخويا خذي عندي جدريه قطع جدريه قطع اخويا جيك هذيك هذي ديالي قطع فيه جدريه ديالك. ما عندي السفا صرف جيب جدريه. شنو نبقى نصرف فيك انا نصرف. خذ اخويا سياره في هذا الباب هذا. جدريه. دابا راه انا قبل ما نسيد هذا انا قبل ما نسيد. شو الله يجزيك بخير الصرف ما عندي ولا ما نعرفكم المسيرة من الله يجزيك. ما تعطينيش انا جو فيتا نلقى ناكل فيها تصدقها عليا هنا. قريتها ديالك اخويا ديالي وديال الناس ديالنا. انا قلت لك انا هذيك الجدريه درت فيتا ماشي مشكل تستاهل كل خير. والله بارك الله فيك انت تستاهل كل خير ولكن انت ملي تستاهل انا عطيتك الجدريه ديالك. لا واحد اللي غادي يشرب. لا واحد ديال 3 درهم. درهم؟ واحد اخر زعما. ها؟ واش كاين شي مشكل خويا؟ فاش؟ واش كاين شي مشكل؟ طلبناك اصاحبي هاتي خويا ما نخدم معك دابا هذا بعد الخينا ما خيناش انا عطيتيني توفيته قطع رزقك اخويا. وصرف الله يرحمك وايد نصرف ما عنديش الصرف. بلا ما نصعب القضيه. يكون عندي الصرف كاع. شحال ديالك اخويا نعطيك؟ دابا يجيو الناس يستربيهم وحنا نقراوك فين هنا. عندك دانون ديال على الجدريه. شير اسمح لي الله يرحمك وايد. دابا عرفت لي السيد غاتي روبرتينا معاه عطيتي عطيناك حل الجدريه عطيتينا اربعه قال لك اسيدي ماشي مشكل مسامح هذا ما تبغي تعرق لينا صافي ولكن انا قلت لك عطيني الصرف قطع رزقك وما عندي الصرف وما عندي الصرف وجدري عاد اسيدي واش قلت لك انا عرفت لك انت جدري على الجدريه شنو جاوب خويا عندك شي 10 تما لا عندك مشكله انا ماني زربان نعم اخو ارسل ارسل سلك الاول ماشي مشكله لا هاز هذا يبقى مع واحد دقيقه نعم اخويا كيما القدو دابا نتايا شنو توفيت هاك اييه كليتها اييه قلت لك اختار رزقك اييه قلت لي ما عندي الصرف سير انا عطيتها لك انا ما تصدقش عليا الله يجازيك بخير الصرف ديال 4000 ما عندي الجدري عطيتك ما عندك الصرف سير المسامحه شنو نقول لك انايا واخا قدام هاد الناس كاملين نقول لك بلي ساك سمع راه الكاميرا خفيه وما عندك مشكل راه هي الكاميرا قدامك لا لا انا هادو قشعت من ديك الجزاء ما قشعتهم ولكن شي كلمه قلنا شي كلمه اللي تقولها لهاد الناس نقول لكم بصحتكم وراحتكم على صراحه شبت صراحه لا بغيت نعرق انا معاه المسير ولكن شويه ديال الماء انا كنت ربما شي واحد يعرفني قديم بغيت تبات معايا الصغيره قطع الله يحميك سي صرف واش يجيب جدريه شنو نصرف انا يجيب جدريه صاحبي انا الصرف ما عنديش قطع قطع لا انا ما عنديش الصرف قلت لي الصرف نصرف لك ولكن ما عنديش انا بغيت ناكل انت يا شعره مكد علاش اخويا ماشي السكري الله يحميك هو يعني انا الاول فين اخويا صرف لي هادشي لا صرف ما كاينش خويا هذيك دابا انا واش كليت عندك توفيته شحال دايره جوج دراهم جوج دريال قطع انت جوج دراهم قطع انت جوج دراهم ما عندك مشكل دابا عندك صرف لي جوج دراهم جوج دريال ما عندكش قطع جوج دراهم اخويا المغاربه باز والله ديرها باز خديت عندك توفيته جوج دريال قطع لي ديالك قطع ديالك ايوا انت باغي تقطع جوج دراهم يعني باغي تضرب على ظهري 38 ريال الله يحفظك انت شما كفاتي شما شفتاش بغيت شعره خويا ما كاين لا سي لا سكر الله يرحمك والدين بلاتي سالي معايا هذا السيد هذا ما هضرتش معاك انا كاع صح ما هضرتيش معايا ولكن اخويا فك معايا الله يرحمك والدين فك معايا صح الصرف ما كاينش زوينه هادي دابا خديت عندي اخويا شي لعيبات هنا ما بغاش يقطع عليا صرف لنا صاحبي خلينا نمشي الله يرحمك والدين ما كاينش ما قطعش لك والو تما وعطيني واحد 20 شوف انت اخرى اه عطيني لي 20 اخرى فابور ما عنديش فابور ما كاينش نعمل التاقيت وراه هي هذيك دابا تفرشه هذيك ديال والو كدير هادشي ديال اليوتيوب لا انا كندير اليوتيوب كندير الفيسبوك كندير تويتر ما شاد فيك والو اخويا اه شوفو كان انا داكشي بوحدو اه شوفو كان انا داك العالم بوحدو لا لا ديال اليوتيوب عندي اليوتيوب اخويا وداكشي ما كيهمكش انا هاد الحانوت كنتقدا فيها باقيها صغير انا ولكن اليوم حضرتيني يا صاحبي على جوج دريه الله ودي لا حضرتيني بالله الله عليها الدراري من الاخر حنترناه عقليكم سير ابراهيم شي توفيته الله يحفظك شي توفيته توفيته ما كاينش الصغير هذا صافي عطيني فنيده ماشي مشكل بحال بحال عطيني غير واحد الله يحفظك
لا هادي مدمين انا بهذا الفاني هذا. ياك دير داك الشيء اللي كيديروا الناس القدام. الله يحفظك بسم الله. ما كضحك. شحال غادي ناخذ منك؟ شحال درتو فيها؟ جوج دريه. هو قطع جوج دريه. ما دابا كنضحك اصاحبي. نعطيك فريده كاع على شنو فيها نعطيك. لا لا ما بغيتك تعطيني انا عطيتك رزقي وعطيتيني رزقك. راه اللي قلتي ليه كاع 1000 فرانك 1000 فرانك ما غاديش نقطع فيها جدريه. وانت يا غتختار تبارك الله راه عندك الخير والبركه غير صرف لنا الله يحفظك وقطع ديالك. اسمح لنا لك ولا شي حاجه. سير اخويا تا كنجيب ليا جوج دريه ديال. اخطا الله يسامح. اخطا صاحبي ماشي قضيه الله يسامح انا راه انا واكل هذا دابا فهمتي سيريش من خاطر ما كنتناقشوا على والو راه كاين اللي كيجي كيقول لك اعطيني غير فايده نحل راه فاهمك ماشي دابا انا تعطيني 4000 ريال 4000 ريال ديال الله يرحم لك الوالد الله يسهل عليك امين اسيدي لينا والد كاين شي شيء لا تاينا الحليب اخويا انا بلاتي صرف لي الله يسهل عليك ما هضرش معاك اخوك انا هضر معهم الحالف ديال هذا ولكن واخا الله قول لي خويا الحليب شحال هذاك الكرتون صاحبي الله يرحم لك الوالدين بلاتي صرف لي انا راه واخد ما هضرتش معاك اخويا انا دابا ما هضرتيش معايا ولكن بلاتي صرف لي السيد قال لك خذ صاحبي جدري انت ما كنسعاش انا بنادم دابا ما عرفتش غنحل معاك انت ولا ما نحل معاه هو لا سليم سليم كاين عطيني 3 الباكيات لترو يا صافي ما عندي الصف ما عندي الصف عافاك 3 الباكيات صرف لنا والله 3 الباكيات ها ماشي كنضحك انا ما معايا حد يا راه تفرد هي صافي صافي لا لا الباكيات الكبار الله يسهل كيكون فيهم 12 والاخت نعم انت تصرف لي الله يحفظك الله دابا مشكل وقع لي مع هذاك السيد لا 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 انا واثق تمشي بحالاتنا شنو دابا شنو ما بيناتكم؟ عطاني 4 قال لي شي فانيدة عطيتو فانيدة قال لي المهم شحال فانيدة شحال ديال؟ بلا ما يبقى في الحال انت على حسابك دابا هذا السيد هذا شارك معنا في كاميرا خفية يلا شي حاجة شنو غتقول لهاد الناس في هذا الشهر المبارك ان شاء الله؟ اسي الله يدخلوا على جميع المغاربة كاملين بالصحة والعافية والناس اللي على برا واللي على الداخل كل شيء كاع جميع المسلمين جميع شكرا لك المهم اخوتي هذا هو البلان نتمنى يكون عجبكم هذا البلان هذا ما تنساوش دعمونا بلايك وديروا سبسكرايب باش تشوفوا الكومنت الجديد وراكم تما والسلام عليكم بيس